بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة مسألة تيوب. المسألة بكل بساطة بيقول لك انك انت عندك مجموعة صناديق، كل صندوق فيه مجموعة من التيوب. هيفضل يقول لك من الصندوق كذا اقتل الطير رقم كذا. الطير اللي هتقتله اللي ناحية الشمال هيروح للصندوق اللي ناحية الشمال، واللي ناحية اليمين هيروح للصندوق اللي ناحية اليمين. مش فاهم حاجة، خليني ابسط لك الموضوع. خلينا ناخد التست كيس الثانيه ديت ونيجي نشرح عليه. تمام، بيقول لك انت عندك 3 صناديق، اول صندوق وثاني صندوق وثالث صندوق. تمام، وعندك صندوق واحد هو اللي ايه اللي هتقتل منه، اللي هو صندوق رقم 2، هتقتل منه الطير 2. مش فاهمين برضه؟ هقول لك بص معايا عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. احنا عندنا في الاول كام؟ 3 صناديق. ادي صندوق 2 3 اهو. الصندوق الاول فيه 1 2، تمام. الصندوق الثاني فيه 1 2 3 4. الصندوق الثالث فيه 1 اهو، صح؟ 1 2 1 2 3 4 1. حلو، جميل، ما فيش اي مشكله. بعد كده بيقول لي روح على الصندوق رقم 1، او خلي ديت صندوق رقم 2. اه لا ماشي، خليها كده، تمام، مفيش مشكله. قال لك انا عشان اقتل هقتل من صندوق واحد، يعني الرقم ده هو ده عدد الصناديق اللي هقتل منها. فبيقول لك انا هقتل من صندوق واحد. الصندوق ده رقمه كام؟ رقمه 2. يعني هقتل من ايه؟ هقتل من الصندوق ده. ما هو ده صندوق رقم 1، ده صندوق رقم 2، ده صندوق رقم 3، زي ما هو مديها لي بالترتيب اهو. تمام، قال لي روح على صندوق رقم 2 اقتل لي منه الطير الثاني. فانا رحت على صندوق رقم 2 اهو، تمام، قتلت ايه؟ الطير الثاني اهو، قتلت الطير ايه الثاني اهو، قتلته. اللي ناحيه الايه اهو، دي اللي ايه الطير الثاني اللي ناحيه الايه الشمال، وديه في الصندوق الشمال. واللي ناحيه اليمين وديه في الصندوق ايه اليمين. حلو، وده انت قتلته، اصبح فيه ايه؟ صفر. لو جينا كده هنلاقي هنا بقى فيه 3 طيور، هنا في صفر طيور، هنا 3 طيور، يعني الاوتبوت 3 0 3 او 3 0 3. اذا كل الفكره ان هو لما يديك صناديق فيها عدد طيور معين وبيديك كام صندوق انت عاوز ايه؟ انت عاوز إيه؟ تقتله. فقال لك هو صندوق واحد اللي هاتل منه، اللي هو إيه؟ صندوق رقم 2 هاتل منه ايه؟ 2. ولما اقتل منه اللي ناحيه اليمين هوديه ناحيه اليمين، وناحيه الشمال هوديه ناحيه الشمال، ويتفضل ايه في النص؟ 0. وهكذا. وفي الاخر تطبع لي ايه؟ في الاخر فضل كام؟ طير في كل واحده. الدور 3 طيور، ده 0 طير، دي 3 طيور. كل رقم من ده يعتبر طير. ده يعتبر طير، وده يعتبر طير، وده يعتبر طير. تمام، موضوع ما فيهوش اي ايه اي مشكله. على ايه؟ على المثال ده هنبدا نحل. تعالوا كده، ده اول صندوق، ده ثاني صندوق، ده ثالث صندوق. خلينا نقول له هنا ده 1 2 1 2 3 4، وهنا ايه؟ في طير واحد اهو، 2 4 1، هم الطيرين 4 طيور 1. تعالوا بقى نشوف هنبدا نحل المساله ازاي، وركز معايا في المساله. المساله حلها بسيط جدا. تمام، اول حاجه هنروح نعملها ان احنا هنشوف الانبوت بتاعنا ايه. عندنا الانبوت اول حاجه بيدينا السايز بتاع الايه، السايز بتاع الصناديق. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له انت سايز، تمام، ودخل ايه؟ ودخل السايز اهو، سي ان سايز. بعد كده هعمل اري هستقبل فيها الطيور اللي موجوده في الايه؟ في الايه؟ في الصناديق. فهعمل اري اوف سايز واقول له فور لوب انت اي ايكوال 0، اي اقل من السايز، واي بلس بلس، واقول له سي ان اي ار ار اوف السايز. صح ولا غلط؟
زي الفل. تمام. بعد كده هستقبل ايه؟ هستقبل عدد الصناديق اللي هي ايه اللي هيعمل كل او هيقتل فيهم الطيور. فهقول له انت، خلينا نعرفها فوق وخلاص اهو. هقول له ايه؟ سايز كل، واجي اقول له هنا ايه؟ سي ان سايز كل. خلاص كده دخل عدد الصناديق اللي ايه اللي هموت منهم. عدد الصناديق ده بعدها هيديك سطر على عددهم، يعني هنا اداك صندوق فاداك سطر واحد مكون من رقمين، الصندوق اللي هتقتل منه ورقم الطير اللي هتقتله. فوق هنا بص هتلاقي مديك ايه؟ خمسه، فهيديك خمس صناديق. تمام؟ هيديك خمس صناديق اهم، كل لاين برضو فيه الصندوق اللي هتقتل منه وعدد الطير اللي هتقتله. حلو؟ حلو. فانا هاجي هنا اقول له فور لوب، هعمل فور لوب برضه نفس الفور لوب ديت اهي. تمام؟ هقول له انت اي ايكوال زيرو، اي اقل من السايز كيل، لان انا همشي على عدد السايز كيل بتاعتي. هستقبل رقمين، انت هقول له اول حاجه البوكس نم، رقم البوكس والايه؟ و اللي هو ايه؟ الطير اللي ايه؟ البيرد مثلا، الطير اللي هقتله. تمام؟ خلينا ناخد دول ونعرفهم برضو بره هنا افضل. حلو؟ حلو. اجي اقول له هنا بقى ايه؟ سي ان دخل لي البوكس نم والبي اس والبير اللي انت هتقتله. تمام. تعالوا بقى نشوف احنا عاوزين نعمل ايه؟ بص معايا. بص معايا. خلي دي كده ودي خليها كده. تمام. احنا عاوزين نعمل ايه؟ لو انت ركزت معايا، انا دلوقتي عاوز البوكس، هو هنا هيدخل ايه؟ البوكس رقم 2، الطير رقم 2، فانا المفروض هروح على البوكس رقم 2. البوكس رقم 2 في الاري، خلاص انا هقول له هنا ايه؟ اي ار ار اوف البوكس نم. حلو؟ كده احنا واقفين فين؟ واقفين هنا. تمام، مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي. تمام، بس انا دلوقتي اما اقتل، يعني انا اما اقتل دلوقتي رقم 2، مش المفروض الواحد ده هيروح للي قبليه؟ فانا هنقص من البوكس، هنقص من البوكس اهو ناقص واحد. كده ده البوكس نام اللي هيقتل منه، اللي هو اللي في النص اللي هو رقم 2. انا عاوز اروح للي قبله ليه؟ عشان اضيف الجزء اللي ناحيه الشمال اللي هيتقتل من البيرد رقم 2. هقول له بيساوي ايه بقى؟ بيساوي البي اس اللي هو البير اللي هو الاثنين اللي انت عاوز تقتله، وهنقص منه واحد عشان يتفضل ايه؟ الواحد اللي انا عاوز احطه هنا. فانا هقول له ناقص واحد. فيها مشكلة؟ أنا ما عملتش أي حاجة. أنا قلت له، أنت قلت لي عاوز البوكس 2 يقتل منه 2، رقم 2. فالمفروض هقتل ده. فما قتل ده، الواحد ده هيروح فين؟ هيروح ناحية ده. والتلاتة والأربعة هيروح الناحية التانية. إحنا دلوقتي في الإيه؟ في البوكس ده. أنا عاوز أجيب البوكس ده. البوكس اللي ناحية الشمال هو عبارة عن البوكس اللي واقف عليه ناقص واحد عشان أروح للي قبله. فأهو ناقص واحد إيكوال، هزود عليه بقى إيه؟ أو بلس إيكوال بقى. بلس إيكوال، هزود عليه مش هخليه يساوي. هزود على اللي فيه. معنى ان انا عملتها تساوي ان انا بشيل ده كله وبحط واحد. لا مش عاوز كده. انا عاوز ازود عليه، فهقول له بلس ايكوال البي اس البيرد اللي هو رقم 2 اهو، ونقص منه واحد هيتفضل واحد اللي هو ده. فكده انا نقلت ده، خدته اهو حطيته هنا. حلو قوي، مفيش مشكله. قبل ما اخش بقى على الناحيه الثانيه، قبل ما اخش خليني بس اقول لك هنا حاجه مهمه جدا. المفروض الاريه بتاعنا، المفروض الاريه بتاعنا في الارقام ايه؟ اللي هي 2 4 1، صح؟ عاوزك تركز معايا جدا. فانا لما رحت هنا قلت لك اري اوف بوكس ناقص واحد، تمام؟ اري اوف بوكس ناقص واحد. فانا لما رحت جبت ايه؟ 2. جبت الاثنين اللي هم اصلا كانوا كده، كانوا دول بس. خلينا نرجع دول اهم تاني اهم، نحطهم هنا. تمام؟ ده البوكس الاول وده البوكس الثاني وده البوكس الثالث. ده اللي انا ايه؟ اللي انا ايه؟ اللي انا حاططهم لك كده. دول مش موجودين في المساله، بس انا حاططهم عشان ارقمهم عشان افهمك. ودي الاري بتاعتنا. تمام. احنا لما رحنا قلنا اري اوف بوكس ناقص واحد، البوكس ناقص واحد، البوكس بكام؟ باثنين. اثنين ناقص واحد بواحد. فانا رحت جبت ايه؟ جبت البوكس واحد اللي هو ايه؟ اثنين اللي هم دول، صح؟ تمام. زودت عليه ايه؟ زودت عليه البيرد ناقص واحد اللي هي الاثنين ناقص واحد، زودت عليها ديت. اذا اصبحت دي بكام؟ اصبحت الواحد ديت
في مخيلتنا هنا واتمسحت من هنا تمام، وعشان زودت عندي في الاري بقت 2 دي بقت بكام؟ بقت 3. فاهم الفكره؟ ده انا بطبق بس، لكن اللي بيحصل فعليا ان انا بزود في الاري، دي كانت 2 بقت 3، هما فعلا بقوا 3 طيور ايا كان بقى عددهم ايه. تمام؟ تمام. نيجي بقى للي بعديها، نيجي للي بعديها، هقول له هاخد دي اهي واقول له بقى ايه، بص معايا، هقول له اري اوف بوكس بلس 1. ليه؟ هي نفس الفكره اللي فوق، مش هي كنت اما كان فينا واحد وموتنا الاثنين ديت، الواحد دي راحت ناحيه الشمال فنقصنا واحد عشان نروح للي قبليه. هنا بقى هنزود واحد عشان نروح للايه؟ للي بعديه. فالبوكس بكام؟ البوكس ب2، ف2 زائد 1 ب3. 2 زائد 1 بكام؟ 2 زائد 1 ب3 اللي هو بوكس رقم 3. في مشكله؟ مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. حلو، هقول له بلس ايكوال بقى ايه؟ انا عاوز ازود على الواحد ده، ازود عليه، انا هاخد ترين ازودهم، المفروض ديت بدل واحد هتبقى 3. ليه؟ لان انا هاخد ناحيه اليمين اهو احطها هنا، فكده بقى في كام طير؟ بقى في 3 طيور، المفروض دي تبقى 3 صح؟ حلو، عملناها ازاي بقى؟ هقول له هنا هروح اجيب البوكس اللي انا فيه اللي هو array of البوكس num، كده جبت الاربعه، ونقص منها بقى ايه؟ ناقص البي اس، هنقص منها عدد البيرد. ركز معايا، دول كانوا 3 4 قبل ما انقلهم صح؟ خلينا زي ما احنا اهو. تمام، دول كانوا 2 3 4، انا وديت الواحد هناك. تمام، انا عاوز اجيب الاثنين دول، فانا جبت النم بتاع البوكس كله اللي هي الاربعه، ونقصت منها الجزء اللي قبل ده كله، اتفضل لي ايه؟ اتفضل لي الجزء ده، خدتهم اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ترين، زودتهم على الواحد بقت كام؟ بقت 3. بس هو دي، هي دي الايه؟ هي ديت المساله. هعمل فور لوب بقى اهو عشان اطبع ايه؟ اطبع عناصر الاري اهو، هاخد دي هي هيها هي على طول، وبدل سي ان هقول له سي اوت واند لاين اهو، هقول له هنا سي اوت. طبعا على فكره هنا الري اوف الاي، انت بتدخل هنا الري اوف الاي. تمام، هنا سي اوت الري اوف الاي وفي اند لاين. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. فاضل عندنا حاجة واحدة بس، يعني احنا ممكن ما نكونش خدنا بالنا منها، ألا وهي بقى إيه؟ ركز معايا فيها كويس جدا. حضرتك هنا أنت مخزن الأري ديت، أنت عارف إنها إندكس، إندكس كام؟ 0 1 2 تمام. لما أنت جيت هنا قلت أري أوف بوكس ناقص 1، البوكس ناقص 1 اللي هو كام؟ البوكس بكام؟ ب2، 2 ناقص 1 ب1، فانت جبت اري اوف الواحد. اري اوف الواحد اللي هي الاربعه، وده غلط. ليه؟ لانك انت المفروض تجيب اللي قبله. فاهم الفكره؟ احنا هنا المفروض عشان نجيب الاندكس، طبعا انت عارف ان الاري زيرو اندكس، فلو انت جبت البوكس، البوكس دي بكام؟ ب2، 2 ناقص 1، انت في دماغك دلوقتي انك انت في البوكس الاولاني اللي هو ده، بس بالنسبه للاندكس لا، لان الاري زيرو اندكس. لو انت رحت جبت بوكس وفي الواحد هيجيب لك البوكس ده، فانت كده بتزود هنا وده غلط. فعشان كده لو في هنا بوكس لازم نقص منها كام؟ نقص منها كمان واحد، فهي ناقص 2، وهنا برضو البوكس هنقص منه واحد، يبقى ايه؟ الري اوف بوكس نم. تمام، وهنا هنقص ايه؟ هنقص واحد. الفكره وصلت؟ ليه كل بوكس نم نقصت منها واحد؟ عشان الزيرو اندكس. عشان ايه؟ عشان الزيرو اندكس. تمام، فكده لما اروح اقول له بوكس نعم اللي هي 2 ناقص 2 بزيرو، فعلا رحت جبت الزيرو اللي هو يعتبر بالنسبه لي اول صندوق. طب هنا البوكس نعم، البوكس نعم النم بكام؟ ب2، فانا 2 اللي هي 0 1 2 اللي هو فعلا بوكس 3 فعلا. طب هنا بقى انا عاوز اجيب البوكس اللي انا واقف فيه، فبوكس نعم ناقص 1 اللي هي 2 ناقص 1 ب1، ففعلا جبت اللي ايه؟ اللي في النص، ونقص منه البيرد. تمام، في مشكله؟ ما اعتقدش ان في مشكله. هنا سي ان بوكس نم ان يو ام وبي بي اي، ماشي انا اسف بي اي، وهنا بي اي تمام، وهنا بي اي تمام، ما فيش مشكله. كنترول اي كنترول سي واعمل سبميت. اهو كان
كان اسمها ايه؟ اهي كنترول في، اعمل سبميت. رونج انسر، عندنا ما شاء الله رونج انسر، ما شاء الله عندنا رونج انسر، في عندنا مشكله، في عندنا مشكله. تعالوا كده بقى نشوف عندنا المشكله هنا بسبب ايه. تمام، نسينا حاجه مهمه جدا، نسينا حاجه في اهم يعني من اهم الحاجات، هي تافهه جدا بس نسيناها، الا وهي مش حضرتك بعد ما انت خلاص قتلت ده، فدول المفروض راحوا ايه؟ راحوا هناك، وانت ده قتلته، بقى هنا كام؟ بقى هنا زيرو. فالمفروض اقول له في الاخر ان الاري اوف بوكس ناقص واحد اللي هو في النص بتاعنا اللي احنا قتلنا منه هنخليه ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. ده لازم عشان ايه؟ اسوي ديت بالزيرو. كنترول ايه؟ كنترول سي، وتعالوا تاني نعمل سبميت، نشوف كده مع بعض. اكسبتد، ما فيش اي مشكله وكل تمام، 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.